بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة ودرس جديد لطلبة الصف الأول الإعدادي منهج بيان بني الوحدة الأولى ونتي أ شي لا فامي فرج. لو لسه أول مرة تتابعونا ياريت تشرفونا بالضغط على السبسكرايب والاشتراك في القناة. هنبدأ إن شاء الله. أول حاجة فوكابلير المفردات. المفردات المرة دي هتبقى عن الشخصيات وتحويلها للمؤنث. أوفيسر عشان أحولها للمؤنث بنضيف لها أو، هتلاقي علامة التأنيس بين قوسين. أفوكا أفوكات، كليون كليونت، فارماسيا تأنيثها في الكلمة اللي بعدها بنضيف لها إن أو في نهاية الاسم. فارماسيان ميكانيسيا ميكانيسيان، يبقى الاسم اللي بينتهي اي او ان بنضيف له ان او عشان نحوله للمؤنث. ابيسي بوشي باتيسي ديريكتور ديريكتريس غارسون فوندور فوندوز. الاسم اللي بينتهي او يو ار بنحوله للمؤنث بيبقى E U S E. متسا، ودي تنفع مذكر ومؤنث بنغير الأداة فقط، نقول أمتسا أو إن متسا. بيلوت سكرتير فوتوغراف جورناليست بولونجي بواسونيي شوفور ستاجيير ريسبسيونيست متر دوتال. هنتكلم في الجرامير عن الأفعال ليفير. والأفعال عندي في اللغة الفرنسية بتتقسم لثلاث مجموعات: بوغيمييه، دوزيام، تروازيام جروب. كل مجموعة لها علامة بتميزها. بروميير جروب أفعال المجموعة الأولى بتنتهي بـ ER. أي فعل في المصدر من المجموعة الأولى بينتهي بحرفين اسمهم OR. المجموعة الثانية ER، والمجموعة الثالثة لها ثلاث نهايات: OER أو RE أو ER. طبعا الأمثلة أمثلة للأفعال اللي هي في المجموعات الثلاثة. المجموعة الأولى زي parler، المجموعة الثانية زي finir، والمجموعة الثالثة زي avoir être venir. ميزة تقسيم المجموعات إن المجموعة الأولى والمجموعة الثانية كل واحدة فيهم ليها قاعدة بصرف بيها الأفعال. يعني المجموعة الأولى القاعدة بتاعتها إن أنا بحذف الـ OR وأضيف مكانها نهايات محددة بحفظها مع كل ضمير بستخدمه كفاعل. يعني مع الضمير جو بعد ما نحذف الـ OR بنضيف مكانها E، مع الضمير تي بنضيف OS، مع الضمير إيل أو إل أو الضمير أون أو أي اسم مفرد بنضيف أ، مع نو بنضيف أو إن إس، فو بنضيف لها أ زد، إلافيك إس وإلافيك إس أو أي اسم جمع بنضيف لها أو إن تي. طبعا كل قاعدة ولها استثناءات. الجدول اللي قدامي نموذج لتصريف بعض أفعال المجموعة الأولى زي فيرب أشيتي يشتري، ترافايي يعمل، إيمي يحب، بارلي يتكلم. دي أفعال طبيعية بنحذف منها الـ OR ونضيف نهايات المجموعة الأولى. بالنسبة بقى للاستثناء اللي عندي verb aller بمعنى يذهب، تصريفاته مختلفة مش بيلتزم بالقاعدة. تصريفاته تبقى جوفي tu vas il va elle va nous allons vous allez ils vont elles vont. فيرب فير ده مجموعة تالتة بس أنا كاتب تصريفاته معنا في الجدول لأننا هنحتاجه في الوحدة ديت. فيرب فير يعمل أو يفعل، جو في تي في إل في إل في نو فوزون فو فات إل فون إل فون. فيرب سابلي مجموعة أولى لكن اسمه فيرب برونومينال، فيرب ضميري. الإس أبوستروف الأول دي اللي في الأول تعتبر ضمير للفعل،
بدون الاس ابوستروف معنى الفعل بيقع على المفعول اللي هو بيجي بعده، اما بالاس ابوستروف اللي هو الضمير معنى الفعل بيقع هنا على الفاعل. تصريف فيرب سابلي يسمى او يدعى، جو مابيل، تي تابيل، il s'appelle، elle s'appelle، nous nous appelons، vous vous appelez، il s'appelle، elle s'appelle. وعندنا بقى فيرب اتر وفيرب افوار للناس اللي هي درست اللغة الفرنسية قبل كده في المرحلة الابتدائية، بنحتاجه كتير وبنحتاجه في المراحل اللي بعد كده. فيرب اتر، je suis، tu es، il est، elle est، nous sommes، vous êtes، ils sont، elles sont. فيرب افوار، j'ai، tu as، il a، elle a، nous avons، vous avez، ils ont، elles ont. اخر حاجه في درس النهارده في ادوات الاستفهام، لانتروغاسيون، الاستفهام باداه الاستفهام كي. كي يعني من، وديت للاستعلام عن شخص لما اسال بيها عن الفاعل. طيب انا بستعلم عن شخص معرفوش، هقول كي يس اللي هو الشكل الاول، جنبها على طول كي سي، وجنبها سي كي. التلات اشكال يدوني نفس المعنى وبجاوب عليهم بنفس الاجابة. هتبدأ اجابتي سي واكتب البيرسون اللي انا بعرفه، يعني اما اقول اسمه على طول او اقول شخصيته ايه. يعني اقول سي ماتيلد، سي فيكتور، يعني اقول الاسم، اسم الشخص ده. انت بتسألني مين ده، فانا بقولك ده فلان، او ممكن اقول شخصيته اللي هي سواء بالمهنة او القرابة بتاعته. بالنسبة لي هقول سي لو ميدسان، c'est le boulanger، c'est le chauffeur، أقول c'est mon père، c'est mon oncle. مثلا لو شخص قدامي أنا عايز أتعرف عليه، شخص كبير، هسأله طبعا بصيغة الاحترام، أقول له مين حضرتك، فهقول له qui êtes-vous، مين حضرتك، هيقول لي جو سوي، جو سوي، ويقول لي برضه اسمه أو يقول لي الشخصية بتاعته. آخر مثال قدامي على الشاشة بيقول لي qui explique les leçons، أنا بسأل عن الشخص اللي بيقوم بنشاط معين، مين اللي بيشرح الدرس، مين يعني الفاعل. الإجابة بتاعتي هتبدأ لو بروفيسور، الشخص اللي أنا بسأل عنه، لو بروفيسور إكسبليك لي ليسون. لو قلت مثلا كي سواني لي مالاد، مين اللي بيعتني بالمرضى أو بيعالج المرضى، هيبقى الإجابة بتاعتي لو ميدسان سواني لي مالاد. يبقى أنا بسأل عن الفاعل بكي. لهنا أكون وصلت لنهاية حلقة النهاردة، بالتوفيق للجميع، وما تنسوناش من صالح دعائكم ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لأصحابكم، وما تنسوش سبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.